بعد مباراة عصيبة جدا الأهلي يحقق فوزا مثيرا على المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين ويواصل صدارته لترتيب الجدول في الدوري العام المصري الممتاز لكرة القدم. كابتن شريف ألف مبروك. الله يبارك فيك. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. ماتش صعب جدا ولكن ثلاث نقاط مهمة جدا جدا جدا. مباراة مفتوحة من أول شوط لغاية آخر ثانية في المباراة. يعني بقى هو بس الصعب انك انت كنت كسبان 2-0 وكان عندك تقدم من اول الشوط الثاني وتقدر زي ما الكابتن قالوا ان احنا نمسك الكرة اكتر وقت في الملعب ما نديش فرصه لاي فريق بيلعبنا الحقيقه ان هو يقاسمنا في الاشتراك في نص الملعب. نص الملعب ده بيبني على اساس تحركات، وكمان ما ينفعش من الشكل اللي انا بتفرج عليه ان عبده يحيى لاعب المحله يكون هو انا بتفرج عليه بيلعب في كل حته، هو اللي بيستلم كل كره عاليه في ال 18 عندنا بيعمل عليها استحواذ وبيعمل منها خطوره. كل ده واحساسي انا ان في حاله للعيبه النادي الاهلي حصلت فيهم في الشوط الثاني اجهاد، ما اعرفش حسيت ان في اجهاد اصاب لاعبي النادي الاهلي في الشوط الثاني من التحركات. حتى ديانج كان بيعمل فترات بس عمل ويعمل مساحات وين النقل للحركة والكلام من ده يعني. عندك تغيير حصل في اول الثاني في ثاني شوط قعد دقيقه واحده وخرج حسن من اصطدام. فاكر انا قلت لك في اول الاستوديو مفيش مباراه سهله يا كابتن ماجد، مفيش الا بالعرق وبالجهد وبتفكير وبالاستفاده من اخطاء اللي بتبقى في المباريات اللي قبلها. فواضح على مستر موسيماني انه لازم باذن الله جود لك النهارده والحمد لله المباراه الجايه لازم يكون في تعليمات للعيبه بعدم فتح المساحات اللي موجوده في الملعب دي كلها وتنفيذ تعليمات. يعني ما ينفعش انا لعيب اقدر شايف نفسي ان انا اخد خطوتين لقدام اسيب المكان بتاعي اللي هو لو اتردد حصل كونتر اتاك. هي دي الحته الوحيده اللي ناقصانا بس من ساعه ما ابتدينا الحقيقه، يمكن عملناها بامتياز جدا في ماتش الاهلي والزمالك، يمكن لحساسيه المباراه والزمالك احنا بنلعب الزمالك فكل لعيب بيتحسس الشكل الهجومي والشكل الدفاعي وكده، فهو ده اللي احنا مطلوب مننا في المرحله الجايه باذن الله. انما جود لك هارد لك فريق المحله لعب مباراه كبيره جدا. صحيح. اتمنى ان انا اشوف المحله بقى كل مع الفرق كلها كده. يعني نتمنى نشوف الروح دي والعيد اللي هم فيه النهارده ده والاصرار والعزيمه اللي هي يبقوا موجودين 90 دقيقة داخل الملعب. أيوه. انه متأخرين بهدفين ويعوضوا وعندهم فرصة كمان ان هم كانوا يبقوا موجودين في حارس فوز. أيوه. فجود لك للنادي الاهلي النهارده وهارد لك نادي المحلة، ويا ريت كل مباريات الدوري تبقى بهذا الشكل.